ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج القوس هنتكلم النهارده على توقعات شهر يونيو لعام 2022. مبدئيا احنا عندنا شهر هيكون حلو كتير، ايجابي جدا، ولكن في بعض كده نقاط صغيره هنحاول ان احنا نتكلم على كل النطاق اللي يخص الوضع المهني والعاطفي الخ خلال شهر يونيو بشكل سريع جدا. ندخل في الموضوع على طول. تاثير الشمس موجوده ببرج الجوزاء لاول 20 يوم، بعد كده او من يوم 21 بتكون موجوده ببرج السرطان. ده معناه ايه؟ او ده يدل على ايه؟ ده يدل على ان يبقى عندنا دعم من الحبيب جدا والعين على علاقاتك العاطفيه. يمكن يكون عندنا في خطوبه، في جواز، في امور تخص مناسبات سعيده تخص شان العائله الخاصه فينا، فده يخليه ان احنا كتير من الاسئله اللي نتسالها او ان احنا نكون متصدرين في امر عاطفي يخص حد من المقربين لينا، فدي اجواء كتير هتكون موجوده. اقدر اقول كمان ان انت عندكم ارتباط جديد او بدايه عاطفيه جديده. طيب اذا انت كمان حاجه تانية ان هيبقى عندنا دعم من اشخاص، في اشخاص هيدعموك، في اشخاص هيكونوا بيسعوا الى تصالح او صلح معاك او ان يصلحوا ما بينك وما بين فلان او علان. بالنسبه للامور المتعلقه بقى بالشان المهني، تعالوا نتكلم على وضع مهني عاطفي الخ عشان الوقت ما يسرقناش. كوكب العطارد موجود ببرج الثور اول 14 يوم، بعد كده بيكون موجود ببرج الجوزاء. طيب ده بيدل على ايه؟ ده بيدل على ان انت في الوضع المهني يكاد يكون في خطأ ما او مشكلة مع مديرينك او اصدقاء العمل، انت بتحاول كتير وبتسعى الى تصليح هذا الخطأ وتصليح هذا الامر. كتير انت بتسعى، كتير انت بتجتهد، كتير انت بتحاول ان انت تعلي من ذاتك، بتفكر في مشروع عندك اللي هو يا اما بتفكر في مشروع او بتحاول لسه تعمل ترتيبات او خطه لمشروع، يمكن بتستعين بخبره حد، بتستعين باسئله معينه عشان تشوف الوضع المهني انا هشتغل على نفسي ازاي، اللي هو بتدور على ان انت هتشتغل على ذاتك ازاي. لكن من بعد يوم 14 بيبقى عندنا دعم كتير قوي في الامور المهنيه، بيبقى عندك دعم قوي في عروض حلوه، في شراكه، في حد بيطعمك بافكار جيده، بنصايح متميزه متعلقه بالامور المهنيه تخدمك في مشروع، في اجراء معين، في ان انت تقدر تصل الى نجاح، الى التميز. طيب بالنسبة يا برج القوس للشأن المالي بقى، الوضع المالي بالنسبة لك، الوضع المالي انت عندك فيه امر جدلي على شأن يخص امور قانونية، امور قضائية، او مال متاخد منك، او مال حاسس ان في حد بيتحكم فيه، يعني ممكن يكون مالك انت حاسس ان حد بيتحكم فيه، او انت ليك فلوس عند حد، فكل ده انت بتحاول ان انت تسترد حقوقك المالية، بتحاول تسترد شأنك الخاص بالوضع المالي بالنسبة لك. طيب من بعد يوم 14 بتقدر ان انت تصل الى حلول، الى ان انت تصل الى وضع المالي بتاعك، يعني ترجع فلوسك، ترجع ممتلكاتك، ترجع حقوقك مرة تانية يا برج القوس. طيب برج القوس النقطة التانية المتعلقة بالشأن العاطفي، كوكب الزهرة موجود ببرج الثور اول 21 يوم، يوم 22 بيكون موجود ببرج الجوزاء. برضو نفس الامر، خاصة بقى انت لو مرتبط ببرج من الابراج المائية زي برج الحوت، السرطان، العقرب، برج العذراء، الجدي، الثور، الابراج الترابية كمان، هيكون عندنا بعض الاختلافات في وجهات النظر، في شد في الكلام شوية، حاولوا كتير ان انتوا تاخدوا بالكم جدا جدا. انت بتحاول تقرب للحبيب بس انت محتاج انك تحاول تاخد بالك اكتر لو انت الشريك الخاص بيك من الابراج المائية رقم واحد ويليهم الابراج الترابية، لان هيكون في مشاكسات شويه، هيبقى في امور جدليه، ممكن يحصل انفصال اذا كانت العلاقه مؤزمه قوي، يعني فيها ازمه كبيره، فيها مشكله كبيره، فممكن يحصل فيها انفصال، فلازم تكونوا واخدين بالكم كويس جدا جدا. ممكن يحصل انفصال لو العلاقه فيها مشكله مع الابراج المائيه والابراج الترابيه وبرج الجوزاء الهوائي. طيب بالنسبه يا برج القوس، طب الوضع العاطفي انت اصلا ناوي على ايه او انت عايز ايه؟ بالنسبه لك انت بتحاول كتير تصلح العلاقه، بتحاول تيجي على نفسك عشان تمشي الدنيا، عندك كتير من ان انا عايز الحبيب يفهمني. انا اتمنى جدا 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 لكل الناس اللي مرتبطين وبيسمعوني دلوقتي ببرج القوس ان انتوا تدوا برج القوس فرصة قوية، لان برج القوس كل شغله الشاغل ان احنا نصلح غلطنا فيك، بهدلت الدنيا، مش عارف عملت ايه، بس انا عايز اصلح دلوقتي. برج القوس عايز يصلح، اذا كان في جوانا حب لهذا الشخص او لهذه الشخصية فعلينا ان احنا نتناسى الماضي ونبدأ صفحة جديدة. اذا كان جواكم لسه في
قدره على المصالحه. وبرج القوس انا من وجهه نظري الفلكيه اشوف ان برج القوس هل تغيره ايجابي ولا سلبي؟ لا، تغيره ايجابي، لان هو مدعوم من كوكب المشتري، هو مدعوم، يعني الوضع العاطفي لو لقى ان في كلمه حلوه هيروح، لو لقى ان كلمه حلوه ليها علاقه بان احنا نحسن العلاقه ونتخذ خطوه جديده هيجري على ده. فاهمني اقصد ايه؟ طيب برج القوس ممكن يحصل مشادات شويه، انا معاكم جدا بسبب الانتقاديه مع الابراج الترابيه، خاصه برج العذراء جدا، يمكن الثور حلو معاه شويه. طيب برج القوس بالنسبه للامور العاطفيه، اذا انت بتحاول كتير انك تصلح العلاقه، بتحاول كتير ان انت تتخذ خطوات جديده مع الحبيب، هيبقى عندك كمان فكره مهادات الحبيب، يعني تهديه او تبقى طول بال شويه. النقطه الثانيه بقى، من بدء يوم 22 هيكون عندك خطوات حلوه قوي قوي في الوضع العاطفي، يمكن يكون في مناسبه عاطفيه، في زواج، في خطوبه، في بدايه اتفاق، في خطوه كتير مميزه في الامور العاطفيه، او حضور مناسبات عاطفيه سواء ليكم او لحد من الشأن العائلي. بالنسبه لكم عندك خبر فاحنا عندنا بالفعل خبر سعيد هيبقى بيساعدنا جدا جدا في ان احنا نكون ندعم نفسيتنا اكتر. فاذا برج القوس احنا عندنا فرحه في الوضع العاطفي من بعد يوم 22. طيب اذا للبدايات العاطفيه في كتير بدايه هتكون بعد يوم 22. طب بالنسبه للناس المنفصلين، هل هيبقى في رجوع؟ انت ندمان جدا على علاقه من الماضي، خاصه لو العلاقه دي من ابراج هوائيه او ترابيه، هتبقى ندمان كتير عليهم، عايز تقرب لهم بشكل كتير قوي، منجذب قوي لمجموعه من الابراج، يعني لو انت منفصل هو هيبقى فيه ندم منك للابراج دي، وهيبقى فيه محاولات للرجوع، ممكن بالفعل يحصل رجوع بس بنسبه 60% خلال شهر يونيو. بالنسبة لبرج القوس هل هيبقى فيه رجوع؟ بنسبة 60%. فده بالنسبة لي النقطة دي مهمة جدا. النقطة الثانية ان للناس المنفصلين، هل هيبقى عندنا حب جديد؟ في انجذاب قوي جدا لمجموعة كبيرة من الابراج زي برج الحمل، الابراج الهوائية، الحمل الناري، الابراج الهوائية عامة. بالنسبة لبرج العقرب المائي، العذراء الترابي، دول اكتر ابراج هيبقى فيه انجذاب منك ليهم اكتر، وبعدين هيبقى متبادل من امتى؟ من يوم 22. طيب ده بالنسبه لبرج القوس. طيب برج القوس انت عندك كمان هيبقى في الوضع العائلي والوضع الاجتماعي، الوضع العائلي هيبقى فيه تقل في الوضع، يعني في متطلبات عائليه، في متطلبات معينه تخص مثلا مشاوير، اجراءات، عارف فكره لما تبقى مطالب بحاجه تعملها، عندك ده جدا، يعني في حاجات كتيره متطلبه، امور ماليه متطلبه، مشاوير، اجراءات. فده فين في الوضع العائلي او الوضع الاسري بالنسبه لك؟ هيسبب لك تقل، هيسبب لك تقل، اي نعم، بس الفكره كلها ان انت هتكون قادر على ان انت تتفوق على هذا الامر، يعني قادر ان انت تتخلص من التقل ده، من الاعباء دي. ده بالنسبة لشهر يونيو لعام 2022 بشكل مختصر جدا. طبعا توقعات الأسبوعية بنتكلم على تفصيل الأسبوع عامة بالأيام، بنتكلم على الأيام الأفضل والأيام اللي لأ، ونستنوا الأشياء السارة، واستنوا فيديوهات النصايح لأنها تكون مهمة جدا جدا لشهر يونيو لبرج القوس. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في قناة، تفعيل الجرس. سلام.